خلينا نرحب احنا وياكم اعزائي المشاهدين بضيف حلقتنا لليوم. يا هلا والله ومس هلا، وانا بصراحه سعيد اليوم بتواجدي معكم بالاستديو. طبعا اكيد احنا جدا سعيدين بتواجدك معنا استاذ، ممكن تعرفنا بالاسم الكريم؟ ليش ما عندكم فريق اعداد؟ عندنا اعداد اكيد، بس انه حابين زي ما احنا حابين نعرف اسمك اكيد المشاهدين يبغون يعرفون اسمك. ايو لا انت شخصيه رهيبه جد ما شاء الله عليك. وش جاس انت؟ انا مبسوطه بوجودك معانا لليوم. وانا مبسوط بعد. سلامات، ايش فيها ذي؟ اعتذر منكم اعزائي المشاهدين. انا اعتذر بعد من المشاهدين. اهدي اهدي. بعدين تراني انا وقتي ثمين، اخلص علي، عندي السؤال. طيب اوكي، انا اعتذر منك واعتذر منكم اعزائي المشاهدين، انا في عندي سؤال جدا بسيط اني ودي اعرفه واكيد المشاهدين ودهم يعرفونه. الافكار هذه، اللزمات هذه، الكلمات هذه من وين تجيبها؟ انا بصراحه في الاستراحه دائما اقول افيهات وقفشات، والعيال دائما يستمتعون لما اكون موجود، واذا صرت ماني موجود يدقون علي، وينك؟ تاخرت؟ سلامات، فيك شيء؟ يا عيالي دعس العمره ذا. المشكله هو اول واحد يجي الاستراحه واخر واحد يخرج منه، ما يحتاج نقول تعال اساسا. ليش ما قال اسامينا؟ الحين ارسل له بالواتساب. انا بصراحه عندي شكر، شكر لانه الناس يعني هذول وقفوا معي من بداياتي، ولازم اقول اسمائهم على الهواء. اشكر اخوياي بالاستراحه ايو و ايو و ايو و ايو. وش ذا يا اخي؟ لا لا كذا كثير، كت لازم كت كت، معليش اعتذر منكم. انا اعتذر بعد. راسي ساكني، ابي قهوة. اجل اسمع، في كيان قدام. حلو، لبق عندهم. ابشر. اوف 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 اوف، وش للزحمه؟ طيب وش السوات؟ السوات خلى علي. لو سمحت عطني اثنين فلات وايت، اثنين كريبوتشيني. ابشر. استعجل بالله. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق. اسمعي، ممكن اسم قربه، تعالي تعالي هنا، طيري غيري الزاويه. يلا روح. وانا شخصيا استخدم هذا العسل على الريق علشان مشاكل القولون، وانصحكم يا متابعين عشان صحتكم تصير ايو استخدموه واسالوا مجرب. ها كيف طلع؟ اي زين. يا النصاب، الحين علبة مليانة، شلون تستخدم العسل كل يوم؟ أقول لا تدققين أنتِ، بعدين أعطيني الجوال بنزل ستوري، أشغلني هو عسله، كل شوي يدقدق يدقدق. طيب بالله بسألك، كم عطوك؟ أعطوني 10,000. كم لي؟ 100 ريال. أجل، دور لك أحد يصور لك القعيطي. إيه ليش حذفتيه؟ تلعب أمامية، كرة عالمية، كرة توزيع جول. الله عليك، الله. هدف ايو والرائع جدا بمعنى الكلمه، وصلت الدور الاوروبي عاد، مستحيل. كيف ضبطت المعلق؟ عفوا عليك، هون ذكاء التسويق يا ابوي. ما شاء الله عليك يا عامر، كيف تطلع منك هذه الافكار؟ عفوا عليك بس يا حبيبي يا كفته، الناس تمشي عليها اي شيء، ودام طلعت ذي الكلمه وضربت والله لحللها تحليل. ياهو، هذه هي كلمه واحده، كيف لو الفت كتاب؟ هذا وجه واحد يالف له كتاب، حده ايو يا رجال. لا يا شيخ، هذا شغل عيال العم اللي ينقهرون ويغارون، هذا يغار من ولد عمه، وهذا عيب عليك، استحلى وجهك، تراك معنا بالاستراحة. ها الزبدة عيال،
بكره عندي افتتاح مطعم، مين يروح معي؟ انا. حتى انت؟ اكيد يا بيي. ايو وصل عامر يا بنات، وصل عامر. خلوهم بشويش على جمهوري، خلوهم. اي سؤال اي استفسار عندكم؟ استاذ عامر ممكن نعرف ايه سر حب جمهورك لي؟ البساطه، البساطه والعفويه، زي ما انت ما شاء الله عليك بسيط، لابس بدله كرافته حمراء بدون شعر، البساطه هي سر النجاح. شكرا يا فندم، شكرا كثير. عفوا عفوا، ارجع جاي اخوي عامر. يقولون لك فيديو كليب جديد، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، انا داخل السوشيال ميديا بكلمه، ما دخلت الاستعراض. لا داعي لا داعي. استاذ عامر ممكن نعرف اخر اعمالك الفنيه ايه؟ بتشوت فاول انت، ارجع ورا شوي. سام وش تبي؟ ممكن نعرف اخر اعمالك الفنيه ايه؟ اخر اعمالي الفنيه فيلمين، فيلم محلي وفيلم الثاني سفري، اقصد الفيلم الثاني في هوليوود. اوكي نعم. وانا ابجيب الممثلين اللي كنت احبهم وانا صغير. نعم. يعني اي واحد كنت احبه واتابعه وانا صغير ابجيبه معي بالفيلم. هذا تحبني ولا لا؟ لا ما احبك. ليه كنت احب الدراهم؟ ها وش عامر، وش اخر كلمه حاب تقدمها للجمهور؟ كلمتي الاخيره مو انا اللي بقولها، جمهوري هو اللي بيقولها. اخوي عامر حياك الله. الله يحييك، منورنا. نورة نورة، هلا. الله يسعدك يا رب. تعرفنا مفتاح المطعم؟ اكيد. تفضل معنا. يا عيال دقيقة بتفاهم مع ذا، دقيقة. لا 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 لا، عيوبي نفسه عندي، يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلة. لا هلا ولا مسهلة، على أي أساس مسمي الكشك حقك إيو؟ يا رجال أنا من جمهورك وأحبك، وعجبتني كلمتكم حطيتها. لا يا شيخ، تسترزق من وراي وتقول لي أحبك؟ أجل أنا بعد أحبك وبصورك الحين، ها؟ وشفت هذولي كلهم؟ هذولي كلهم بيصورونك ويوثقون الجريمة حقتك، أوكي؟ يا حبيبي ايه، وهذه انا تعبت عليها حقتي، ما حد يقولها الا انا. تحسبها سهله؟ ما هي بسهله، وعلى فكره ترى موثقها، انا موثقها علامه تجاريه باسمي. ابشر ابشر، اقسم بالله امر مره ثانيه من هنا اشطف والقاك موجود لا اشتكيك في المحاكم. اوكي محاكم. وانتم يا شباب لا حد يشتري منا شاي. اوكي اوكي. واحد 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 يا عيال، واحد واحد واحد. من زمان ما شفناك ابو فوزي، ما في مسلسلات اعمال شيء جديد؟ بيني وبينك يحسبون اننا كبرنا، لكن احنا اذا جانا النص الجيد اشتغلنا. انا حاضر. ما يكلموكم بمسلسلات في رمضان؟ شكلهم ما عاد يبغونا، لا انا ولا جيل الروح زملائي. عندهم تاريخ كبير وضاف لأي عمل. الله يعطيك العافية على هالإطراء هذا. وهلا هيدا البراندينج لكلمة إيو. ما تفهم إيو. إيو عقولتك. كلمة إيو طالعة من تمك مثل العسل بتعقد. هلا ماركة الملابس هيدي منا كل شيء، لا في اشياء كتير قدامنا رح نعملها، منتجات كتير رح تكون تحت اسم ايو. هيدي المنتجات انت ضامن ربحها، بتعرف ليش؟ لانه جمهورك يخزي العين شو بحبك، يخزي العين شو بيعشقك. طيب وش الخطوة الجاية؟ الخطوة الجاية؟ ولو انت بتشتغل مع شاربل اللي بيطلع ما بينزل. الخطوة الجاية رح نعمل لك شي غنية بتعقد بتضرب ضرب، وهيدي الغنية رح تخلي منتجاتك بالسوق اون فاير. Hey, hey.
ودي اياك تلعب بالنار تلعب ضدي العب معك باستهتار اسمع اسمع صوت سياحك سياحك سمعني سمعني يا شبك طالع عيونك تدمع تفهم ولا ما تفهم اتحداك الاي والبطل بالسوشال ميديا الاول حققت الشهرة يا هو اي وهي الاجمل سويت اللي ما سووه كل ما خلتني مشهور اي ودتني فوق شكر كل الجمهور جمهوري إحساسه وذوق ذوق حبوني جمهوري كثير خلوني أشهر الناس ولهم عندي كل تقدير على العين فوق الراس وبعد الشهرة خيار انا كذا دايم وافي وعمري